السلام عليكم ورحمة الله، والصلاة والسلام على رسول الله. البنات، مرحبا بكم في قناة لطيفة أم محمد أمين، ومرحبا بي عندكم في ديوركم. كيف أحوالكم؟ بخير وعلى خير. العائلة والأحباب والأصدقاء كلهم على خير. نتمنى إن شاء الله نلقاكم هذا الفيديو في أحسن الأحوال وفي صحة جيدة، نتوما وكاع عائلتكم وأحبابكم وأصدقائكم، وتكونوا كيف ما تمنيتوا إن شاء الله. اليوم ان شاء الله جيتكم بواحد الفيديو، هو عباره عن فيديو تعليمي للرندا، هو التابع للفيديو السابق. كنا هضرنا على مجموعه من الادوات اللي خاصنا الا بغينا نتعلموا للرندا. اليوم ان شاء الله غادي نديروا التطبيق، غادي ان شاء الله تكونوا نتوما خديتوا الادوات ديالكم، خديتوا الحرير ديالكم، الخيط ديالكم، ليبرا، وكذلك اي وساده كيف ما كانت عندنا في الدار غادي ناخذوها وغادي نخدموا بها ان شاء الله. تكون غير صغيره شريطه، طيب يكون داكشي اللي كان في الوساده الداخل يكون شويه قاصح باش تشدينا فيه الابره، حيت الا ما كانش بحال دابا اللواط غير تتسرب منه الابره. مهم، غادي نبداو على بركه الله. ها هو الثوب ديالي نبلته من الجناب، غادي ندير معكم نفس العمليه. دابا هنا عندي نفايد باش نثبت نثبت التوب ديالي في الوسادة، وهنا عندي الخيط ديالي مع الإبرة، نفس الإبرة ديال الرندا، ماشي مشكلة يعني باش غنخيطو. وهنا عندي خيط مبروم، غادي نبرم معكم الخيط تا هو، غادي نتعلمو كيفاش نبرموه. وهو التوب ديالي غادي نبلو، دابا غنجمعوه من الجناب، نقولوا بسم الله على بركة الله. بداو نجمعوه من الجناب. انا عندي واحد الطريقه سهله، كنهزو كنديرو في الوساده كنشدو مزيان دغيا، كنبلو كندوز عليه دغيا، تيشد ليا وقت هكا، تتعذبي شويه حيت ما كانش يشدو لك من الجهه الاخرى. كنديرو في الوساده من هاد الجهه، كنشدو بنفيته وتنخدم عليه دغيا، كنساليه. احنا دابا غادي نساليو ان شاء الله، غادي نديرو الملاقيه ديال واحد، نديرو التدريب عليها ونشرح لكم كيفاش، سهله جدا دغيا. وغادي نبرمو الخيط تا هو، نبداو بالخيط نبرمو الخيط، ومن بعد نديرو الملاقيه ديال واحد. ها الابره خرجت، حنا دخلناها. وردوا بالكم يا البنات مع لي بارين، لي بارين شي حاجه صعيبه ماشي شي حاجه سهله. تكون عندهم شي يكون عندكم شي صاك مثلا وتخبيو فيه داك الماتيريال ديالكم. ها هو التوب ديالي من بعد ما نبلتو من هاد الجهه والاخر من الجهه الاخرى. دابا غادي نحطوهم جانبا وغادي نديرو البريم، غادي نبرمو. احنا دابا غادي نبرمو الخيط ديالنا. كنديرو من التحت للفوق ثلاثه المرات، كنحسبو واحد جوج ثلاثه، نفس العمليه بالنسبه للخيط الاخر، كنشدو هذا بيدينا باش ما يهربش لينا، كنحسبو واحد جوج ثلاثه، كنجمعوا الخيوط بجوج وكنهبطوا من الفوق لتحت. العكس داكشي اللي كنا كنديرو في الاول غنديروه دابا، غنديروه من الفوق لتحت. واحد حسبوا ثلاثة جوج ثلاثة، وتنجروا الخيط ديالنا. وها هو الخيط ديالنا واجد، ها هو الشكل ديالو واجد. هذا مبروم على ربعة الشعرات، كيكون غليظ شويه، غادي نبرمو واحد اخر على ثلاثة الشعرات. عندنا الخيط ديال الجعبه اصلا كتكون هي على اربعه ديال الشعرات، غادي ناخذ غير ثلاثه الشعرات. حنا هو الخيط ديالي من بعد ما حيدت منه واحد الشعره، ها هو على ثلاثه. دابا غادي نبرمو. الخدمه ديال ثلاثه تجي احسن من الخدمه ديال اربعه، الخدمه ديال اربعه تجي شويه غليظه، ما كتعطيش داك المنظر الزوين بحال ديال جوج، بحال ديال ثلاثه الشعرات وديال جوج الشعرات. جوج الشعرات كاع كتجي غزاله، كتعطي واحد المنظر فن
كتبان إليغون، يعني كتبان شي حاجة أكتر من الأخرى ديال التلاتة. هو الخيط ديالنا، نتلاقاو من بعد من نديرو الخيط ديالنا، في عفوا من نديرو التوب ديالنا في الوسادة ديالنا. ها هو التوب ديالنا، غادي ناخدوه وغادي نديرو على الوسادة ديالنا، غادي نديرو ليه النفيتات. انا تنفضل انني نثبتو بأربعة النفيتات باش نشدو مزيان، حيت ملي كنبدا الخدمة ديالي ما تنبغيش تهرب ليا، كتطلع واحد تتراجل، تجي واحد الجهة طالعة واحدة هابطة. انا غادي نثبتو مزيان بالنفيتات، كندير ليه ربعة في الجوايه كلهم باش كيتزير، كيكون مزير. دابا غادي نبداو على بركة الله، كنقولو بسم الله. غادي ناخد البرة ديالي وغادي ندخلها في التوب، بسم الله. ثم كاينين عندي هاد العوينات اللي كاينين هنا، غادي ندخل فيهم الإبرة. كنزير باش يتشد التوب مزيان. ثم غادي ندير واحد الشكل ديال دائرة، غادي نجي الجهة الأخرى ديال التوب وغادي نضرب فيها، ندخل فيها الإبرة وغادي نخرج وسط هذه الدائرة اللي كاينة عندي هنا. وغادي ندير هنا قياس ديال غرزة واحدة، يعني غادي نزير تكون عندي قياس غرزة واحدة فقط، هي صغيرة. نزير ديما، انا تنقول تنزير باش يجيني، باش تجينا الخدمة ديالي مزيرة، حيت الا مزيرتش كتجي الخدمة مرخوفة وتتجي عيانة وتيبانو دوك التقيبات بزاف. كنشدو كندخلو الخيط واللي برا تحت الخيط، كندير واحد الغريزة كنزيروها طبعا، كندير واحد الدائرة على الوسادة، كنجي في التوب كنضرب عاوتاني ضربة واحدة، كنجي وسط هاد الدائرة اللي درت، كنجي وسطها وتنزير وكنضرب في هاد الغريزة اللي تكونت عندي هنا، عندي واحد الغرزة تكونت، كنضرب عاوتاني في وسط ديك الدائرة اللي عندي وتنجر، تنخلي شوية وكنحط عليها صبعي وتنزيرها باش ما ترخفش ليا الخدمة ديالي. كنجي عاوتاني للجهة الأخرى للثوب وتنضرب فيها وتنجي وسط هاد الدائرة اللي تكونت عندي عاوتاني، كنجر الخيط ديالي، كنجي كنرد عاوتاني الخيط للجهة الأخرى اللي ضربت فيها الغرزة في الثوب، وكندخل في الغرزة اللي كاينة عندي هنا، هي اللي تقدت عندي هاد الغريزة هادي، كندخل فيها الإبرة وكنخرج وسط الدائرة اللي عندي. تنصر على هاد الدائرة حيت هي اللي غادي نخرج وسطها، إلا ما كانش عندي الدائرة راه ما عندي حتى حاجة. كنجي عاوتاني كنرد الخيط لهاد الجهة وتنضرب في الثوب، كنجي وسط الدائرة كنجر، ثم كنجي لهاد الغرزة اللي كاينة عندي هنا، كنجي وسط الدائرة كنخلي شوية وتنزير، حيت الا زيرت قبل غادي تحل لي الخدمة ديالي وغتكون عندي ثقبة كبيرة، خصني حتى نتوصل حتى نبقى ليا غير شوية باش نخرج الثوب، كنورك عليها بصبعي وتنزير. كنجي عاوتاني في الجهة المقابلة للثوب وكنخرجها وسط الدائرة، وكنتبه بالنسبة لهاد الدقات اللي عندي في الثوب هنا ما نبعدش بيناتهم، خاصة الا خدمت بلون مغاير في الثوب، كنحاول انني نضرب وحده 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 باش ما يبعدوش الدقات وكيبانوا وكيبان المنظر ديالهم ماشي هو هذاك. كنجي عاوتاني كندير دائره وكنجي لهاد الغرزه اللي تكونت عندي هنا وكنضرب فيها، انا ضربت الغريزه ديالي، كندير عاوتاني دائره، دائما كندير الدائره للجهه اللي ضربت فيها، اللي ضربت في الثوب، ملي كندير الضربه في الثوب كنتمل ديك الجهه اللي كترجع الخيط باش تعطيني هاد الدائره. غادي نجي للجهه المقابله وغادي نضرب فيها في الثوب، كنخرج وسط الدائره كنجر الخيط ديالي باش زير ليا تزير ليا العقده ديالي، كنجي عاوتاني للغرزه كندخل من الوسط، كندخل في الوسط ديالها وكنزير، ما نساوش التزيار. كنجي عاوتاني للجهه الاخرى وتنضرب هنا عندي الملاقيه ديال، غادي نجر الخيط ديالي
وطبعا غادي نزير كما كنقول دائما. غندير دائرة ديالي، غنضرب في الثوب، غنخرج في الدائرة، غنزير، غنجي عاوتاني الغرزة ديالي تكونت عندي هنا، غنطلع الإبرة في الوسط ديال الدائرة، كنخلي شوية وتنزير، ما نزيرش قبل ما نبقى عندي شوية ديال الثوب، حيت كيخسر ليا كيخسر ليا الخيط عفوا، بعض المرات كيولي مشنتف، حيت هنا هاد الراس ديال الإبرة كيخسروا ليا البلاصه اللي فيها الحرير. وفي نفس الوقت ملي كنزير، ملي كنجبد، كتبقى ليا ديك الغريزه فيها الثقبه بزاف كبيره. كنزير وكندير عاوتاني دائره، كندخل في الغرزه ديالي وكنطلع وسط الدائره ديالي، كنخلي هكا وتنزير، كنجي عاوتاني تندير الدائره، كنضرب في الثوب ديالي، كنخرج وسط الدائره، كنعاود نفس الشيء عاوتاني، كندير الدائره ديالي الجهه ديال اللي ضربت فيها في الثوب، كندخل وسط الغرزه ديالي، تنخلي شويه وتنزير بصبعي، كنجي عاوتاني للجهه المقابله، تنضرب في الثوب، كنجر وكنرد البال هذو اللي كاينين في الجنب باش نضربه وحده حدا وحده. ومن دابا خاص يعني واحد الحاجه الا غادي تمشي عليها دائما، خاصك تمشي عليها من دابا، يعني من دابا تبداي تقادي داكشي كما هو، يعني تجي للثوب ديالك تضربي الغريزات ديالك في الثوب مقادين، داكشي اللي مشيتي عليه من دابا هو اللي كتبقاي عليه وكتعلمي عليه. اما ملي كتقولي من دابا ماشي مشكل نضرب كيف ما كان، المهم حتى من بعد عاود نتعلم نضرب ضربه غرزه حدا غرزه، لا يعني كيجي داكشي كما تدربتي عليه من الاول كتبقاي عليه. وان شاء الله دابا تتعلموا معايا ان شاء الله، ونتمنى الفيديوهات ديالي يكونوا خفاف طرف عليكم وتعلموا معايا كما انا تعلمت حتى انا، وتنصيب جلال براسي، ما تمشي باقي عند الخياط لا والو، كنصيبهم انا لراسي. كنضرب عاوتاني الغرزه ديالي، كنجي عاوتاني للجهه الاخرى وتنضرب فيها، تنضرب في الثوب، كندير عاوتاني دائره ديالي، كنجي وسط الغرزه، كندخل فيها، كندخل في الدائره، كنزير، كنجي للجهه المقابله، وكنمشي على نفس الشكل. وما تنساوش تضربوا ضربه واحده ضربه، ما تبعدوش بيناتهم، حيت ملي كنجي كندير الملاقيه ممكن ترجل ليا، يعني من الاحسن دقه حدا دقه باش يجيني داكشي مقاد ونقادو هاد الضريبات اللي كيجيو هنا. هادشي انا معلومات كنعطيهم لكم انطلاقا من التجربه ديالي، شحال من حاجه استفدتها، شحال من حاجه استفدتها في الخدمه ديالي، في الجلالب ديالي وفي الجلالب ديال صحاباتي. وكذلك ملي كنجي كنزير الخدمه ديالي كتكون على هذا الشكل، هو الشكل ديالها كي كيجي، كتجي غزاله تبارك الله. ان شاء الله الى يجيكم الفيديو الخفيف، الفيديو ديالي خفيف ظريف. الى عجبكم الفيديو ديالي ما تنساوش تابوناو وتفعلوا الجرس، وكذلك لايك وتعليق، وان شاء الله نلقاكم في الفيديو المقبل عفوا. وما تنساوش اني احبكم في الله، وشكرا.